بك معنا على شاشة سي ام بي سي عربية. دعني أبدأ معك من الأبرز اليوم. اليورو دولار فوق 1.11، الارتفاعات قوية بفعل المعنويات الإيجابية تجاه المفاوضات الروسية الأوكرانية. ما هو السقف بالنسبة لليورو برأيك، وخصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الفرق ما بين سياسة الإي سي بي وأيضا سياسة الفيدرالي؟ أعتقد أن الحركة الحادة التي شهدناها صعودا في اليورو دولار كانت مدفوعة بالأصوات الإيجابية من المحادثات بين الوفود الروسية والأوكرانية خلال الساعات الماضية، وشهدنا أن اليورو قد تراجع تراجعا كبيرا خلال الأسابيع والأشهر الماضية بسبب الصراع في أوكرانيا. ولكن علينا أن نذكر أنه قبل غزو أوكرانيا اليورو دولار كان يتحرك هبوطا بالفعل بسبب السياسة المختلفة بين البنك المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي. وعلى الرغم من أنه ارتفع اليورو دولار اليوم، أعتقد أننا سوف نشهد ربما أن اليورو دولار سوف يستكمل الاتجاه الهبوطي واسع النطاق. لقد استمعنا الأسبوع الماضي من جيروم باول وأيضا من بعض أعضاء الفيدرالي الآخرين، أشاروا إلى أن الفيدرالي سوف يقلص معدلات الفائدة إذا كان هذا ضروريا. وأيضا هذا يشير إلى أننا سوف نرى 50 نقطة أساس كارتفاع في مايو، وذلك على نقيض البنك المركزي الأوروبي الذي ربما لن يرفع معدلات الفائدة. وأعتقد أيضا أن الفجوات أو الاختلاف بين السياسة النقدية للفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أيضا كانت مؤثرة بشكل كبير وقد تفاقمت بالحرب الأوكرانية. وعلى المدى المتوسط إلى البعيد الاتجاه الهبوطي سيستمر في اليورو دولار. طب دعنا نتحدث عن مؤشر الدولار الأمريكي وعن الدولار عموما. خلال الفترة الماضية شهدناه بأنه كان له الأداء الأبرز في أسواق العملات بسبب سياسة النقدية الخاصة بالفيدرالي. اليوم كان لدينا بيانات ثقة المستهلك الأمريكي جاءت تقريبا عند التوقعات، الجولتس أيضا جاءت أفضل من التوقعات، والبيانات الأبرز هي الوظائف غير الزراعية والتي ستصدر يوم الجمعة. هل تعتقد بأن بيانات الوظائف غير الزراعية قد تعود وتعطي الدعم بالنسبة للدولار بحكم أنه جلسة اليوم شهدنا نوع من الضعف أمام سلة من العملات؟ أعتقد قطعا هذا ما سيحدث. أعتقد أن سوق الوظائف الأمريكية كانت تتحسن بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، وأيضا سوق الوظائف خارج القطاع الزراعي كانت أفضل من المتوقع، وأيضا معدلات البطالة تراجعت إلى 3.8% وهو أدنى مستوى منذ بداية الجائحة، وهذا يشير إلى التعافي الذي شهدناه في الاقتصاد الأمريكي. والآن أمس شهدنا أن مؤشر الدولار وصل إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، وأيضا كان ذلك بسبب إعادة اختبار مستويات بداية مارس. إذا حتى قبل الأخبار التي تتعلق أو الأخبار الجيدة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، فلقد كان هناك تحسن، ولكن الدولار كان في اتجاه صعودي بالفعل. وكما ذكرت منذ بضعة دقائق أنه على الرغم من أنه متراجع اليوم، ولكن إلا أنه خلال اليومين القادمين قد يكون هناك توجه نحو الدولار، وأعتقد أن الاتجاه السعودي في الدولار الأمريكي سيستمر. وطبعا فيما يتعلق بال أرقام الوظائف الشهر الماضي، هذا يعد طبعا مؤشر جيد في الاقتصاد الأمريكي، وسوف نشهد أيضا أرقام قوية يوم الجمعة القادم. سؤال أخير ديفيد عن الين، يتداول الآن عند 122، يعني كل دولار 122 ين. هل تعتقد بأنه سنعود ومن الممكن أن نشهد نوع من الاستقرار للين عند 125 مقابل الدولار الأمريكي؟ I
أعتقد خلال أيام قليلة القادمة أو ربما الأسبوع القادم قد نشهد مستويات 125 مقابل الدولار الأمريكي. الين الياباني على الرغم من أنه ارتفع اليوم، إلا أننا علينا أن نقول أن أمس الين الياباني كان عند أقل مستوى وأدنى مستوى مقابل الدولار الأمريكي والأسترالي والكندي، وأيضا كان أيضا متراجع أمام عملات أخرى. هذا بسبب أن الين الياباني يعتبر أصل لتجنب المخاطرة، وأسواق الأسهم خلال الأيام الماضية كانت في شهية مخاطرة، وبالتالي كان هذا ما يضغط على الين الياباني، وبالتالي تراجع الين الياباني. ولكن في جلسة اليوم الداكس مؤشر الألماني كان طبعا مرتفعا قبيل ما حدث في الحرب، وأيضا كل ذلك عندما يكون هناك مخاطرة فإنهم يتخلون عن الين الياباني. وبالتالي أعتقد أنه على الرغم من أننا تراجعنا في الدولار ين اليوم، إلا أننا سوف نشهد مستويات 124 125 للدولار مقابل الين. ديفيد، لأي درجة يعني في هذه الأوقات تفضل الاستثمار بالدولار الأسترالي، وخصوصا بأنه جزء كبير من الارتفاعات التي شهدناها بأسعار المعادن سعرت بالنسبة للدولار الأسترالي، فما هي نظرتكم؟ أعتقد أن هناك مخاوف جديدة في أسواق السلع. في الأيام الماضية شهدنا الحكومة الصينية وضعت شنغهاي في إغلاق بسبب انتشار أو ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد، وأيضا شنغهاي إن لم تكن من أكبر مستوردي المعادن في العالم إلا أنها من المهمين، وبالتالي طبعا هي مرتبطة بالاقتصاد الأسترالي والدولار الأسترالي. إذا الضعف الذي شهدناه مؤخرا في النحاس والمعادن الصناعية الأخرى طبعا تضغط على الدولار الأسترالي، وأعتقد أن هذا سيعتمد على تحسن الوضع في الصين فيما يتعلق بكوفيد 19، وبالتالي إذا كنا سنشهد مزيدا من الإغلاقات في الصين أم أن الأمر سيتقيد فقط في بعض الأماكن بالصين. وبالتالي أعتقد في الوقت الحالي على اعتبار ما حدث في أوكرانيا، أعتقد أن المتداولين سوف يتوجهون إلى الأسهم أكثر من المعادن. شكرا جزيلا لك ديفيد ميد، المحلل الأسواق في مجموعة إكويتي.